بوابة العبور نحو السلامة والنجاح من الإصابة بفيروس كورونا هو الالتزام بالإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة لمجابهة هذا الفيروس ومنع انتشاره. ويقع على عاتق وزارة الداخلية متابعة مدى الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات وبكل حسم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. على مداخل محطات مترو الأنفاق وأرصفتها تقف الخدمات الأمنية تلزم المواطنين بارتداء الكمامات تطبيقاً لقرارات مجلس الوزراء بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية في وسائل النقل بكافة أنواعها. ما بيرضاش يدخلني إلا لما أكون لابسة الكمامة، يا إما كده يديني كمامة ويقول لي اتفضلي البسيها قبل ما تدخل المترو. وفي حملات توعية جميلة جداً على الكمامات وما دخلوش حد إلا بالكمامات. محطات السكك الحديدية حيث تنتشر الخدمات الأمنية على مداخل وأرصفة تلك المحطات وداخل عربات القطارات تتابع مدى الالتزام وبكل حسم. ملتزمين التزام تام بالإجراءات الاحترازية بخصوص التعطيل، ويبقى العناصر من الشرطة الموجودة معنا ملتزمة معنا بحيث إنها تواجه الركاب بالصراخين بتعقيم الباصات وكل حاجة متعقمة. على فكرة الكمامة حماية لنفسك الأول قبل ما تبقى حماية للي حواليك. هديك المرة دي كمامة بس المرة الجاية تبقى معاك لو سمحت كمامة قبل ما تبقى تركب أي وسيلة مواصلات. وتشن أجهزة وزارة الداخلية حملات على محطات النقل الجماعي بكل أنواعها وعلى الطرق لمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامات الواقية وكذلك الركاب، مع تحرير مخالفات للسائقين في حال عدم الالتزام. بننبه عليهم حضرتك عدم الصعود للأتوبيس من غير كمامة. تاني حاجة إن أنا ممكن يتحرر لي محضر لو حد ركب بدون كمامة. وحددت الدولة مواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي، من هنا دائما ما تنطلق الخدمات والدوريات الأمنية بنطاق كل مديرية لمتابعة مدى تنفيذ قرارات الغلق في المواعيد المحددة. يتم التنبيه على أصحاب تلك الأماكن بالالتزام وإلا تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كذلك متابعة تنفيذ قرار غلق دور المناسبات. وتشدد وزارة الداخلية على ارتداء الكمامات الواقية أثناء التردد على المنشآت الشرطية للحصول على الخدمات الشرطية والأمنية المتنوعة. وبداية من باكر ستطبق غرامات على المخالفين لارتداء الكمامات الواقية وبكل حسم في وسائل النقل بكافة أنواعها والمترددين على المصالح المختلفة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم. استأذن حضرتك البس الكمامة وارفعها على مناخيرك عشان انت كده مش بتضر نفسك بس، انت بتضر نفسك وبتضر الناس اللي حواليك سواء في المواصلة العامة اللي حضرتك كنت لسه نازل منها او اهل بيتك او الناس اللي معاك في الشغل. وعلى فكرة من بكرة ان شاء الله هيتم تطبيق الغرامة بشكل صارم على عدم ارتداء الكمامة، وارجو ان حضرتك تلتزم. وتسهم تلك الإجراءات الأمنية التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية في الوصول إلى بر السلامة والأمان التي ينشدها المواطنون في تلك المرحلة الاستثنائية التي تتطلب التكاتف والالتزام بكافة التدابير الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.